طلابي الأعزاء، طلاب العلم في كل مكان، أهلا بيكم ومراجعة سريعة لمنهج الكيمياء. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن قوانين المنهج في الكيمياء، كل القوانين تقريبا اللي موجودة علشان تراجعوها كمراجعة سريعة كده إن شاء الله تثبت عندكم المعلومة. كمان هنشوف أهم الأسئلة اللي ممكن يعني تكون في الكيمياء، ومن الأسئلة اللي وردت في امتحانات قبل كده واللي إن شاء الله احتمال ترد هذا العام. طبعا احنا بس بنأكد تاني علشان محدش يفتكر إن احنا بنقول إن ده جاي ولا مش جاي، انا بجيب لكم المراجعة اللي بتوصل لي من المدرسين وبيأكدوا لي ان الحاجات دي مهمة، يعني قد يأتي منها في الامتحان وقد لا يأتي، لكن انا مجرد بس ربنا سبحانه وتعالى جعلني سبب ان انا بحاول اساعدكم وان انا بحاول اجيب لكم الاسئلة اللي بتوصل لي لعل ربنا سبحانه وتعالى يجعل فيها سبب للنجاح والتفوق. تعالوا كده نشوف اهم قوانين الكيمياء اللي موجودة قدامنا. القانون الأولاني طبعا قانون المعايرة، وموجود قدامكم القانون. القانون الثاني الكتلة، والقانون الثالث اللي هو عدد الجزيئات، أما الرابع فهو عدد المولات. طبعا دي أول 4 قوانين موجودين قدامنا، وطبعا دي أكيد حاجات بتفكركم، بس في قانون كمان خامس اللي هو عدد المولات بيساوي حجم الغاز على يعني الجزئية اللي مكتوبة دي، لأن طبعا أنا مش متخصص في الكيمياء، لكن بحاول أجيب لكم الأسئلة اللي بتوصلني علشان ربنا سبحانه وتعالى يجعل فيها النجاح والتفوق. تعالوا نروح لقوانين تانية موجودة قدامنا. كمية الكهرباء، بعد كده كمية الكهرباء النهاردية دي تقريبا انا مش عارف ايه بالظبط، انتوا طبعا اكيد تفهموا الحاجات ديت عني. وكمية الكهرباء كولوم تساوي شدة التيار في الزمن، وكمية الكهرباء اف ديت بتساوي عدد المولات في عدد مولات اي، كمية الكهرباء اللي هي بعد كده اللي هي بتساوي فاراداي في التكافؤ، النسبة المئوية برضو يعني زي ما انتوا شايفين كده. دي كلها قوانين الكيمياء المهمة اللي ممكن يعني تستعينوا بيها ان شاء الله في الامتحان وفي أسئلة الامتحان. لسه القوانين ما انتهتش، تعالوا نشوف قوانين تانية كده علشان تبقى واضحة قدامنا. عدة قوانين أخرى موجودة قدامكم. طبعا الحاجات ديت أكيد مرت عليكم في مذاكرتكم طول السنة، وزي ما بنقول هي يعني جيالي على إنها أهم وأشهر القوانين اللي موجودة في الكيمياء، واللي مفيش طالب يعني في علمي بيستغنى عنها وهو بيذاكر الكيمياء. ادي لغاية 19 هنا، بعد كده هنشوف قوانين تانية لسه. ادي قوانين اخرى، قدامنا القانون 20 و21 وكمان 22 و23. ممكن طبعا انتوا توقفوا الفيديو زي ما انتوا عايزين وتشوفوا القوانين دي وتراجعوها تأكدوا عليها. ادي 24 كمان، 25، تمام. اهم القوانين اللي موجودة عندنا في الكيمياء لسه برضو انتهيناش منها، عندنا قوانين أخرى كلها بنراجع بيها أهم القوانين اللي موجودة عندنا في الكيمياء.
ركزوا قوي في القوانين دي، لان فعلا يعني وصلوا لي على انها مهمة جدا. وزي ما قلنا مفيش طالب في الثانوية في شعبة العلم بيستغنى عن القوانين دي. تعالوا نروح بعد كده لحاجة مهمة جدا، وهي أسئلة بتيجي في الامتحانات برضو يقول لك اختر الإجابة الصحيحة. أول سؤال بيقول لك عندما تكون قيمة كي سي أكبر من الواحد هذا يدل على أن، طبعا جايب لك اختيارات والاختيار الصحيح هو التفاعل الطردي هو السائد، ده الاختيار الصحيح من بين الاختيارات اللي هو جايبها لك. برضو رقم 2 يعني موجود قدامك اهوت في التفاعل المتزن التالي، عند زيادة درجة الحرارة نقط، يا ترى بيقل تفكك SO3 ولا بيزيد؟ ولا طبعا هي الإجابة زي ما احنا شايفين قدامنا كده يزيد تفكك SO3. السؤال التالت في التفاعل المتزن، التفاعل برضك موجود قدامنا، تركيز غاز الهيدروجين يزداد عند، طبعا جايب لنا أربع اختيارات، إضافة مزيد من CO2 ولا إضافة مزيد من بخار الماء ولا خفض الضغط ولا زيادة الضغط. طبعا الإجابة موجودة عندنا عند إضافة مزيد من بخار الماء. نروح لسؤال تاني في التفاعل المتزن التالي، عند إضافة 1 مول من غاز الهيليوم فإن معدل التفاعل نقط، طبعا زي ما احنا شايفين الإجابة معدل التفاعل في التفاعل ده بيزداد في الاتجاه الطردي. بعد كده طبعا جايب لنا معادلة ويقول لنا حجم الوعاء والتبريد يجعل الاتزان ينشط فيه، طبعا 4 أو 3 اختيارات، الاتجاه العكسي ولا الطردي ولا لا يؤثر على وضع الاتزان، طبعا هو الاتجاه الطردي. تحتوي أقلام التصوير على مادة نقط في طبقة جيلاتينية، طبعا هي مادة بروميد الفضة. سؤال رقم 7، كلوريد الصوديوم مادة صلبة نقط إلى أيونات موجبة وسالبة، طبعا هنقول متأينة، تتفكك إلى أيونات موجبة وسالبة. دي أول 7 أسئلة موجودة عندنا. نروح على أسئلة تانية. سؤال رقم 8 بيقول يوصل نقط التيار الكهربي، طبعا وجاب لنا برضو 4 اختيارات، هنقول له اللي بيوصل التيار الكهربي هنا محلول كلوريد الصوديوم. لا يزداد تأين حمض نقط بالتخفيف، طبعا حمض الكبريتيك. سؤال رقم 10، الاتزان الذي ينشأ في محاليل الإلكترونيات الضعيفة بين جزئياتها وبين الأيونات الناتجة عنها بيسمى بالاتزان، طبعا هنقول الأيوني. يمكن تطبيق قانون فعل الكتلة على محلول، هنقول حمض الهيدروكلوريك. يوصل محلول نقط التيار الكهربي بدرجة كبيرة، هنا محلول تترات البوتاسيوم. سؤال رقم 12 بيقول لنا تمكن استفالد من إيجاد علاقة بين، طبعا هنا في اختيارات كتير، هنقول علاقة بين درجة تأين المحاليل ودرجة التخفيف. سؤال 14 في التفاعل المتزن التالي، وجايب لنا التفاعل وبيقول لنا عند إضافة محلول HCl يحدث، وجايب لنا 4 اختيارات أو 3 اختيارات، 4 هما، طبعا هنقول يقل ذوبان كلوريد الفضة. السؤال 15، عند إضافة قطرة من دليل البروموثيمول إلى محلول كربونات الصوديوم يتلون المحلول باللون، هنا طبعا اللون الأزرق. أما السؤال رقم 16، صودا الغسيل مادة قلوية قيمة بي اتش او قيمة بي اتش لها، طبعا قيمة بي اتش هنا هو جايب لنا في الاختيارات 3 ولا 5 ولا 7 ولا 12، هنقول له طبعا 12. السؤال الاخير في الصفحة ديت، الحاصل الايوني للماء بيساوي، طبعا بيساوي 10 اس سالب 14 زي ما موجود قدامنا. نروح لسؤال اخر، السؤال بيقول لنا عند إضافة قطرة من دليل الفيتولفينالين إلى محلول كلوريد الأمونيوم يصبح المحلول، هنقول له عديم اللون.
طبعا انا بعتذر لو انا بنطق يعني حاجات غلط، لان دي طبعا يعني حاجات هي واصله لي لكن انا مش متخصص فيها. كمان بيقول لي محلول كلوريد الحديد تأثيره نقط على ورقة عباد الشمس، هنقول له تأثيره حمضي ناتج تميؤ أسيتات الألومنيوم في الماء. حمض، الإجابة حمض أسيتيك وهيدروكسيد الأمونيوم. السؤال 21 في التفاعل المتزن، وجايب لنا التفاعل اللي قدامكم عند إضافة نقط، هنقول له عند إضافة CH3COOH. طيب نيجي بعد كده، بعد الأسئلة اللي فاتت ديت ممكن يجي لك سؤال يقول لك اكتب المصطلح العلمي معالجة الملح بالماء ليعطي الحمض أو القلوي للمشتق منها منهما الملح، طبعا ده اسمه التميؤ. نظام ساكن على المستوى المرئي ديناميكي على المستوى الغير مرئي، طبعا ده اسمه النظام المتزن. أقصى ضغط لبخار الماء ممكن أن يتواجد في الهواء عند درجة حرارة معينة، هنقول الضغط البخاري المشبع. الاتجاه السائد عندما يكون ثابت الاتزان أكبر من الواحد، هنقول له الطردي. نروح لأسئلة تانية في نفس الاتجاه، بيقول الحد الأدنى من الطاقة التي يمتلكها الجزيء لبدء التفاعل هي طاقة التنشيط. مجموع الضغوط الجزيئية للغازات المتفاعلة والناتجة بتسمى الضغط الكلي. جزيئات من البروتين تعمل كعوامل حفز في كثير من العمليات البيولوجية والصناعية، بنسميها الأنزيمات. أيون لا يوجد منفردا في الماء، هو أيون الهيدروجين الموجب. نوع من الاتزان الذي يحدث في محاليل الإلكترونيات أو الإلكترولينات الضعيفة بين جزئيات المادة وأيوناتها، ده بيسمى الاتزان الأيوني. عملية تحول جزيئات غير متأينة إلى أيونات، ده بيسموه التأين. اللوغاريتم السالب لتركيز أيون الهيدروجين بيسموه الأس الهيدروجيني. حاصل ضرب تركيزات الأيونات التي توجد في حالة اتزان مع محلولها المشبع بيسموه حاصل الإذابة. لسه احنا في أسئلة أخرى، بيقول لي علل، وأسئلة علل طبعا من الأسئلة المهمة. 1- تفاعل المغنيسيوم مع حمض الهيدروكلوريك من التفاعلات التامة، ليه؟ هنقول بسبب خروج غاز الهيدروجين من حيز التفاعل. الاتزان الكيميائي عملية ديناميكية وليست ساكنة، هنقول لأنها تحدث عندما يتساوى معدل التفاعل الطردي مع معدل التفاعل العكسي، أي أن التفاعل يسير في كلا الاتجاهين. سؤال رقم 3، تخترق نشارة الخشب أسرع تحترق نشارة الخشب أسرع من قطعة الخشب، هنقول بسبب زيادة مساحة السطح المعرض للتفاعل. سؤال رقم 4، بيقول تفاعل كلوريد الصوديوم مع تترات الفضة أو مع نترات الفضة من التفاعلات اللحظية، بينما تفاعل المواد العضوية من التفاعلات البطيئة، هنقول لأن تفاعل كلوريد الصوديوم مع نترات الفضة يتم بين الأيونات، بينما تفاعل المركبات العضوية يتم بين الجزيئات. سؤال بعد كده بيقول لك علل برضو صعوبة ذوبان كلوريد الفضة طبقا للتفاعل التالي، وجايب لك التفاعل قدامك اهو. ليه تفاعل او صعوبة ذوبان كلوريد الفضة طبقا للتفاعل اللي قدامنا ده؟ ليه؟ طبعا الاجابة هتكون لان قيمة KC اقل من الواحد، اي ان التفاعل العكسي هو السائد. طبعا دي زي ما قلنا من الاسئلة المهمة فعلل. برضو لسه في أعلل، سؤال رقم 6، لا يحدث تفاعل كيميائي إلا بعد التسخين، هنقول لأن لابد للجزيئات أن تمتلك الحد الأدنى من الطاقة ليبدأ التفاعل اللي هو طاقة التنشيط. السؤال 7 في أعلل، قد لا يؤثر الضغط على اتزان التفاعل الكيميائي، هنقول عندما يكون الاتزان لا يصاحبه تغير في عدد الجزيئات. سؤال 8، محلول كلوريد الهيدروجين في البنزين لا يوصل التيار الكهربي،
علل طبعا، هنقول لعدم احتوائه على أيونات حرة. أما علل في السؤال التاسع، يستدل على قوة الأحماض من ثابت تأينها، هنقول لأن العلاقة بين قوة الحمض وثابت التأين علاقة طردية. سؤال رقم 10، علل: يمكن حساب تركيز أيون الهيدروجين بمعلومية تركيز أيون الهيدروكسيل لأي محلول مائي. هنقول طبعا لأن حاصل ضربهما قيمة ثابتة وبتساوي 10 أس سالب 14 عند ثبوت درجة الحرارة. أنا بتأكد بس إنها 10 أس سالب 14. نيجي بعد كده للسؤال رقم 11، علل: لا يعتبر ذوبان كلوريد الصوديوم في الماء عملية تميؤ. ليه ذوبان كلوريد الصوديوم في المية ما بيعتبرش عملية تميؤ؟ هنقول لأنه لا يعطي الحمض أو القلوي المشتق منهما الملح. لسه ما زلنا في أسئلة علل، وبيقول لنا علل محلول كربونات الصوديوم قاعدي التأثير على عباد الشمس. هنقول لأنه يتكون من كاتيون قاعدة قوية وأنيون حمض ضعيف، ونتيجة تكون الحمض الضعيف أدى إلى تقليل تركيز أيون الهيدروجين الموجب. وطبقا لقاعدة لشونتشي، فإن التفاعل يسير في الاتجاه الطردي لتعويض أيون الهيدروجين، فيزداد تركيز أيون الهيدروكسيد فتزداد القاعدية. علل: يهمل تركيز الماء غير المتأين عند حساب ثابت تأين الماء. يهمل تركيز الماء غير المتأين عند حساب ثابت تأين الماء، تركيزه لا يتغير بدرجة ملموسة. نيجي لأسئلة تانية غير أسئلة علل، وهي أسئلة ماذا يحدث عند. خلي بالنا دي برضو من الأسئلة اللي بتيجي في الامتحانات. ماذا يحدث عندما يصل الضغط البخاري لسائل إلى الضغط البخاري المشبع له في إناء مغلق؟ هنقول يتساوى معدل التبخير مع معدل التكثيف ويصل النظام إلى حالة الاتزان. برضك ماذا يحدث عند خروج أحد النواتج من حيز التفاعل؟ هنقول يصبح التفاعل تاما ولا يمكن أن يعطي المتفاعلات مرة أخرى. ماذا يحدث عند رفع درجة الحرارة على معدل تفاعل تام؟ هنقول تزداد الطاقة الحركية للجزيئات فيزداد معدل التصادم، وبالتالي يزداد معدل التفاعل. نروح لسؤال آخر في ماذا يحدث عند تغير تركيز المواد المتفاعلة أو الناتجة عند نفس درجة الحرارة على القيمة العددية لثابت الاتزان. هنقول لا تؤثر على ثابت الاتزان. ماذا يحدث عند زيادة الضغط على تفاعل متزن؟ هنقول طبعا يسير في الاتجاه الذي يقل فيه الحجم أو الذي يقل فيه عدد الجزيئات، أو في الاتجاه الذي يلغى أو يقل تأثيره. نشوف ماذا يحدث عند إضافة عامل حفاز على معدل التفاعل الكيميائي. هنقول يزداد معدل التفاعل الكيميائي. ماذا يحدث عند تخفيف محلول حمض الهيدروكلوريك على التوصيل الكهربي؟ هنقول لا يؤثر لأنه تام التأين. ماذا يحدث عند زيادة التخفيف على درجة تفكك الإلكتروليت ضعيف؟ هنقول تزداد درجة التفكك. نروح لسؤال بعد كده، سؤال مختلف، وهي أسئلة المسائل. خلي بالنا أسئلة المسائل دي برضو من الأسئلة المهمة، حتى لو ما جاتش نفس المسألة يعني ممكن تيجي نفس فكرتها. بيقول لك خلط مول من الهيدروجين أو خلط مول من الهيدروجين مع مول من اليود عند درجة حرارة معينة، احسب ثابت الاتزان لهذا التفاعل. إذا علمت أن الكمية المتبقية من كل من اليود والهيدروجين عند الاتزان 2/10 مول في إناء حجمه لتر واحد. طبعا يعني لو جالنا حاجة زي كده، المسألة قدامكو اهي، انا عايز بس اكبرها لكم شوية علشان تبقى واضحة وتعرفوا الإجابة بتاعتها. اهي مكتوبة قدامنا طبعا بالرموز اللي
هتكتبوها بيها إن شاء الله، والإجابة زي ما أنتوا شايفين طالعة شكلها إيه. نشوف مسألة أخرى، بيقول لك احسب ثابت الاتزان اللي هو كي، معرفش دي ميم ولا إيه، للتفاعل الآتي، وآدي التفاعل موجود قدامنا. عايز يحسب ثابت الاتزان ان 2 زائد 2 او 2 بيدي يعني طردي وعكسي كده تقريبا 2 ان او 2. بيقول لنا اذا كانت الضغوط هي 2 ضغط جو و1 ضغط جو، 2 من 10 ضغط جو للغازات اللي هي ان 2 واو 2 وان او 2 بالترتيب. طبعا الاجابه زي ما انتم شايفين الخضراء اللي مكتوبه بالاخضر دي قدامكم اهي، هي دي الإجابة وحساب التفاعل زي ما انتوا شايفين في الإجابة. سيب لكم المسألة اهي علشان لو حبيتوا توقفوا الفيديو عليها ولا حاجة، بحيث ان انتوا تراجعوها كاملة بإذن الله. نروح لمسألة أخرى. المسألة بتقول عند تفاعل 1 مول من غاز النيتروجين مع 2 مول من غاز الأكسجين في تفاعل ماص للحرارة لتكوين ثاني أكسيد النيتروجين، تبقى عند الاتزان 3 من 10 مول من غاز النيتروجين، احسب قيمة كي سي للتفاعل علما بأن حجم الإناء 1 لتر، ثم وضح كيف يمكنك زيادة ثابت الاتزان. طبعا الإجابة أدي المسألة موجودة قدامكم أهي، على أساس لو حبيتوا يعني توقفوا الفيديو وتشوفوها كاملة وترجعوا للإجابة اللي مكتوبة بالأخضر. نروح لمسألة أخرى. مسألة بتقول وهي رقم 4، احسب تركيز أيونات H2O في محلول مائي حجمه 500 ملي يحتوي على 48% مول من حمض الأكتيك CH3H6O3 علما بأن ثابت تأينه 1.4 في 10^4. طبعا حساب حاجة زي كده، أدي الإجابة موجودة قدام حضراتكم علشان ترجعوا لها. وأدي المسألة بالإجابة كاملة قدامنا علشان نعرف نرجع لها مرة أخرى. نروح للمسألة 5، والمسألة بيقول لي فيها يذوب ملح فوسفات الكالسيوم اللي هو Ca3PO4 الكل أس 2 أو الكل 2 في الماء تبعا للمعادلة، وجايب لي معادلة معينة، المعادلة دي أهي قدامنا، وبيقول لي بيدوب ملح فوسفات الكالسيوم في المية تبعا للمعادلة دي. طب السؤال فين؟ بيقول لي احسب تركيز ايونات الفوسفات عندما يكون تركيز ايونات الكالسيوم 10^9 مولار. طبعا ادي الاجابه وادي الحساب اللي احنا هنكتبه اللي باللون الاخضر، طبعا عشان يبقى موجود الاس باين قدامكم، انا كبرت لكم الاجابه اهو علشان تبقى واضحه بالنسبه لنا. وآدي المسألة بالإجابة عشان ممكن زي ما قلنا نوقف الفيديو ونشوفها كاملة. نروح لمسألة أخرى بتقول ملح كلوريد الرصاص اللي هو مكتوب الرموز بتاعته قدامكم شحيح الذوبان في الماء، احسب قيمة حاصل إذابة للملح علما بأن تركيز أيونات الـ CI ده أو CL بيساوي 1.6 × 10^2 مولار، وآدي الحساب بتاعه زي ما انتوا شايفين كده، دي الإجابة كاملة إن شاء الله. وآدي المسألة بالإجابة. نروح لمسألة أخرى بيقول لي أذيب 1 جرام من هيدروكسيد الصوديوم NaOH تام التأين في كمية من الماء لتكوين 500 ملي من المحلول، احسب قيمة pH للمحلول علما بأن وجايب لي
يعني الرموز اللي قدامنا اللي بتساعدني على الإجابة، وآدي الإجابة موجودة قدامنا ممكن نراجعها. كمان آدي السؤال بالإجابة كاملة. نروح ل يعني آخر جزئية، هي دي كانت آخر جزئية معانا في معادلات الكيمياء وفي مسائل الكيمياء، ودي أهم الأسئلة اللي وصلت لي لغاية دلوقتي. بوعدكم إن شاء الله حبايبي لو وصل لي أي أسئلة أخرى في الكيمياء إن شاء الله هوصلها لكم وهبلغكم بيها، وكمان هخليها لكم في فيديو للمراجعة لعلها إن شاء الله تكون سبب في نجاحكم وتفوقكم. لغاية ما أشوفكم كل الدعوات ليكم بالنجاح والتفوق بإذن الله.